ماذا تمثل لك هذه الصورة؟ هذه الصورة هي محطة تاريخية جدا من مساري العلمي، ومحطة تاريخية مهمة جدا في حياتي. لماذا يا أخي الكريم؟ لأنني لم أكن أتصور يوما ما أن أحاضر في جامعة مثل جامعة كامبريدج، وكان هذا في سنة 2012. هيئة المخطوطات الإسلامية تيما بجامعة كامبريدج كانت تستدعيني في عدة مرات، ويعني أنت يعني تقول كيف أنا إنسان بسيط، فكان من شيء يعني مؤثر جدا بالنسبة لي. وهنا أفتح قوس يعني أخي يوسف، أقول لك أني رحلاتي كلها عبر العالم كنت أستغل المؤتمرات لكي أشارك فيها، وفي نفس الوقت هدفي الأساسي والرئيسي من هذه المؤتمرات هو أنني أعرض حالتي الصحية على الأطباء في تلك البلدان، لأنني كنت آمل وأحلم بالعلاج ولازلت. فنعم والدتي دائما تقول لي يا ابني اذهب وعالج ويعني وعرض نفسك، فهذا هو الهدف الأساسي قبل يعني المشاركة فيه. فكنت أستغل هذه المؤتمرات لكي هذه القصة كما تلاحظ يعني هذا المنبر وهذا المكان الذي يحاضرنا في جامعة كامبريدج. نعم في مؤتمر كان حول المخطوطات، وأعجب المشاركون والهيئة على هذا المؤتمر، مما يعني هناك قصة وقعت لي في هذه أثناء إلقاء المحاضرة، أنه الكرسي كما ترى المنبر هذا مرتفع شوية يعني، فكان صديقي الأمريكي جاك عرضت عليه الأمر يعني في دقيقتين أحضر كرسي من الكراسي المرتفعة هذه التي شبيهة بالمتواجدة في المقاهي عندنا، يعني كان خلف المدرج في كوينز كولج، هذه كلية كوينز المتواجدة في جامعة كامبريدج، وأحضر الكرسي يعني بدون تردد، أو فكان الأمر بسيط جدا وجلست عليه. فكما تلاحظ يعني لا يظهر أنني جالس على الكرسي والعكازتين بجانبي، تلاحظ أن الناس يعني يقدموا لك حل بسيط، يعني هذا شيء من المفروض إنساني وكذا، يعني حل بسيط، في حين أن يعني لاحظ الفرق بين ما يقدم من خدمات في جامعات مثل هذه مثلا وبين. وكانت قصة صارت لي يعني جرت لي في المطار، وجدت سيارة مع السائق حامل اسمي في مطار هيثرو بسيارة يعني فاخرة جدا، وأنا جاي من إقامة جامعية يعني في وهران، فالأمر يعني حقيقة أثر في كثيرا. والحمد لله يعني هذا المؤتمر تعرفت فيه على أساتذة ودكاترة من أمريكا.